إلي فورا. أندريا، ما بها؟ أندريا تنفسي، أعملي معروف. أندريا ربا، أندريا أفيقي يا ابنتي، أفيقي. أندريا أندريا أعملي معروفا، ردي علي، فتكلميني. أندريا ردي. يجب أن أخبركم أن هذا النصر ليس نصري وحدي، بل هو جهد فريق، وأنا مدين لأنجلس. هذه الفتاة مديرة الفنية، ببساطة هي كل شيء في مسيرتي. ويا أعز صديقتي أنت رمزي في كل شيء، وبصراحة أنا مدين لك. لن تموتي يا ابنتي، لن تموتي، مؤكد، بسبب خوسيه مانويل دي لالامو. لن تموتي بسببه. ما هذا الذي يجري؟ إنها هزة أرضية. يا ربي ماذا يحصل؟ هيا بنا صديقتي، هيا هيا فلنخرج، نخرج من هنا. هيا هيا. ما هذا؟ إلهي إلهي. هيا 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 أسرعوا. إلهي ما هذا؟ أخرجوا من منازلكم، انتبهوا. سيدتي انتبهي، إنه زلزال. إنما زلزال بمنتهى البساطة، إضافة لا يمكن حدوث مكروه هنا. اهدئي لزراكا. نقودي نقودي. رأيك كبيرة، ساعدني يا رب، ساعدني يا رب، ساعدنا يا رب. ساعدوني الله أولادي، كثير من البوليس بسبب زلزال، لا أصدق. يا إلهي احمي أفراد عائلتي واحفظهم سالمين. ربا كثير ساورو، لا تترك السيد هرنان ولو لدقيقة واحدة. حالما تنتهي الفحوص اتصل بنا. من فضلكما. اعتنوا به رجاء. لقد حملوا السيد هرنان، رغم كل شيء كان الله رحيما وإيانا. الفقراء مساكين معرضون دائما لكل شيء. أجل، ومع هذا سنتمكن من النهوض. ماما أنتونيا، سيعود إلينا هيرنان، وقوة إرادته ستجعلنا نقف معا، فكلنا سنساعدها، ليس كذلك؟ أجل، صحيح صحيح. مع التوه دوما تحاول أن تلعب دور القائد وأنت مهرج. رجع نسكت. بمثل هذه الأوقات أشعر بوحشة أكبر. شكرا شكرا، كما انا ممتن لوقوفك بجواري. عفوا خوسيه مانويل، اين خطيبتك؟ لما لا تشارك في لحظات انتصارك؟ بالطبع يمكن ان تقبل يده، لكن ملكه قلبك راكيلا فقط. كم احتاج لقبلاتك ولمساتك خوسيه. ان استطعت انخلز ان تباعد بيننا فسأبعدها عن طريقي مهما كلفني الأمر. تفضلي. جاهزة؟ طبعا، وسأضيف بحضوري جمالا على جمال.
أنت رحيم معنا يا إلهي، فنحن نلجأ إليك في مشاكلنا وتكون دوما عوننا. يا ربي فلتكن إلى جانب المسكين هرنان، وكن معه ولتساعد. وأطلب منك أيضا بأن تحفظ الجيران المصابين من كل سوء، وأن تساعد كل من يطلب العون والمساعدة، وأن تحفظ أختي وبابا من كل شر. انتهى الأمر، الحمد لله الأمر لم يكن بتلك الخطورة. الأشياء المادية من الممكن أن تعوض، لكن يجب أن تسيطري على شعورك. أعملي معروفا، تنفسي. لحظة، أتعلمين؟ لا يعز كل شيء لسوء الحظ، فقد فاز حبي خوسيفيدا أشهد. وسيستمر في نجاحه، أنا متأكدة. وسوف يذهب إلى إسبانيا، إلى إسبانيا فيدا. فريق ديلا لامو مستعد للتحدي في أحد أهم المنافسات الأوروبية، سباق إسبانيا. سوف نحقق الفوز لأجل مكسيكو. ماذا حدث؟ أنا فعلا حزينة أرماندو، أنا أحبه، أنا أحب الحياة وأرغب بالبقاء في ده. صدقيني أتركوا هذا. أنت تعانين الألم منذ ولادتك. وقمت بهزيمة جدتي، كوني أحب أن أعيش أكيد سأهزم هذا المرض وسأفوز عليه، أنا متأكدة. استمري باستغلالها مطولا. هذا رائع صديقتي، لكن من الأفضل أن تحصلي على قدر من الأكسجين يكفيك. أصبحت بخير. أجل، أريد أن أريك فيدا نقاب العروس، ما رأيك؟ هل سترين أيها؟ وأخيرا سوف تريه لنا، لقد خبأته عنا لفترة طويلة. واثقة أنه سيكون أجمل وأبهى نقاب يمكن لعروس أن تلبسه في الدنيا. نعم، سوف أتخلى عن كل شيء لأكون زوجة خوسيه مانويل، فأنا أعشقه. اسمعي، ألا تريدين الاتصال بالبيت للاطمئنان على أفراد أسرتك؟ يمكنك استعمال نقالي. أيمكن أن تؤجلي هذا؟ أفضل الاستماع لرافائيل. محق، رافائيل شاب ليس عاديا، يمتلك جاذبية. فلتحذري بما تقولين وما تشعرين رجاء. لم تشعرين بالغيرة؟ فأنت لست صديقته المقربة. سوف أكون كلوديا، واضح؟ عزيزتي كوني متأكدة، سيصير ملكي. ممتن لكم جميعا، نراكم فيما بعد. خوسيه مانويل لن يعلم عن شعوري مطلقا. وانت لا تعرفين مشاعره نحوك. خطيبته اختي. حبيبته. المشكله لا احد يريد تقبل هذا. بابا، باذنك ارماندو سوف اخطف شقي قبل زوجتي واخذها. ترين؟ اذهبا ارماندو. تمسكي جيدا. أنخلز بنت مغفلة، لا تدرك بأنها تتمتع بجسد امرأة، وأنت بعكسها تهتمين بجسمك ووجهك. بالطبع، ومانويل لا يقدر جمالي. افتحي عينيك فيدا، ما رأيك؟ أندريا لا أستطيع التعبير عن جماله، الكلمات لا تصفه. لا أدري، في كل يوم من أعمل فيه أحس أنه آخر شيء سأعمله. اسكتي أرجوك. الواقع، أريد عندما أموت أن يظل هناك شيء مني. أريدك أن تكوني متفائلة أرجوك. ولكن هذا النقاب فيدا، هذا النقاب حلمي، ولكني أدرك، أدرك أني لا يمكنني أن أرتديها. وقت زواجك سأعمل مثله لك، وسأعمل أيضا قبعة جميلة ووشاحا بمنتهى الروعة. لم يخلق الزواج لامرأة مثلي. كرست حياتي للاهتمام بشقيقي، ووعدت ماما وبابا قبل موتهما بذلك. لا، إنما حتى لو كرست حياتك لإخوتك فمؤكد سيدخل الحب يوماً قلبك